شهر 6 الحرب بجد، شهر 6 المعجنه بجد، شهر 6 لم الزلوجيا بجد. اريد انا عارف اصلا امتحاناتكم 26، فضل ربنا شهر 6 هنستغل فيه اكتر من اسبوعين، وهسيب لك وقت قبل العربي عادي. الاسبوعين دول هنعمل فيهم ايه؟ هنعمل فيهم حاجات هي خلاصه الماده كلها، وهي خلاصه تعبك ومجهودك كله، واللي هيفرق فضل ربنا معاك في المجموع وفي لم الزلوجيا اخر السنه. عد معايا واجمد يا بطل. رقم 1، فضل ربنا فرم اهم نقط في المنهج واهم نقط ربط الابواب بعضها في فيديوهات قصيره جدا، اكتر من 8 فيديوهات صغيره عشان وقتك تكون فيها الخلاصه، فيها الشفاء، فيها كل حاجه تهمك بعد ما تفرم الكلام ده معايا في المراجعه النهائيه بفضل ربنا. رقم 2، حل اكتر من 10 امتحانات شامله على المنهج كله. رقم 3، حل اسئله كتيره جدا من حصص مصر المهم، انا هجيبها لك كده من خلاصه ونفرمها مع بعض. رقم 4، حل امتحان السنه اللي فاتت وحل امتحانات التجريبيه بتاعه السنه دي وهنفرمها. رقم 5 والاهم، تكات مهمه جدا 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 اللي هتكملها ليله الامتحان. اوريدي ليله الامتحان 3 ايام بس، الجيولوجيا مظلومه في ليله الامتحان مش زي بقيه مواد، بس بفضل ربنا لها تجهيزها ولها خططها ولها الشفاء. ملخص الكلام، شهر 6 هتكون حرب بجد، اثبت يا بطل. هنكمل القصه وهنكمل الحكايه وهنكمل حدوته السنويه، وبفضل ربنا نطلع فايزين. اجمد يا بطل وكمل يا بطل، واوعي فوتك فرصه شهر 6 بفضل ربنا وفرصه ليله الامتحان مع مادة الدين. ربنا يستر لكم ويسعد لكم، حقق احلامكم وفرجكم. لو تلاحظ رياكشن جد عشان الحرب بجد، وانا ما قدانيش انا وانتم غير ان احنا ننتظر فيه.